وعندي نصيحة، لو عندك حد كبير في السن فوق 60-65 سنة، حافظ على أرضية الحمام دايما ناشفة، لأن من أكتر إصابات كسر الحوض ومشاكل العظام كلها بتيجي نتيجة الحمام. وطبعا في أسباب تانية، إن هو مثلا وجود حاجات مش متعود عليها في الطريق فيتشنكل ويقع، نازل السلم مثلا النور مطفي فيحسبها غلط فيقع. كبار السن الوقعة بالنسبة له كارثة، لأن أولا عظامه ما بقتش زي الأول، ولا التئام الجروح بقى زي الأول. أنت ممكن تقع كشاب، مش انا طبعا، انا كبرت خلاص، كبير السن يعني ربنا ما يورهالوش. اخر حاجه، وهو مرضى السكر بيبقى عندهم ضعف في الدوره الدمويه بشكل عام، فبالتالي موضوع الكدمات ده بيبقى عنده متكرر. وبرده عندي نصيحه ليه، جروح مريض السكري بتلتئم بصعوبه جدا، والمشكله الاكبر ان ممكن يتجرح وما يحسش غير اما يكون رجليه بتعوم في بحر دم مثلا، ودي اشهر الاصابات. فيحاول يركز في العنايه خاصه بالاقدام.